ألا وهي أننا عندما نتحدث عن أفراحنا في هذه الأعياد فلا بد لنا أن نستذكر أن لنا إخوة وأخوات يعانون من القتل والتعذيب والتشريد، هدمت بيوتهم وشردوا وقتلت أطفالهم وانتهكت حرمات نسائهم أمام أعين العالم بأجمعه، ولا ناصر لهم لأنهم مسلمون. يعني إذا نظرنا إلى أهلنا في سوريا أو في العراق أو في غزة أو في ميانمار أو في كل بقعة فيها مسلم، فلا بد أن نعلم أن هذا المسلم معرض للقتل والتعذيب والتشريد. ففي غمرة هذه الأفراح، وهي أيام فرح من الله سبحانه وتعالى للمسلمين، لا يضرنا ولا يضيرنا أن نستذكر مآسي إخوتنا وأخواتنا في شتى البقاع الذين يعانون سواء من نير الاحتلال أو من نير القتل والتعذيب والتشريد والهدم. فهذه ملاحظة أردت أن أسوقها إكمالا لكلام أخينا الشيخ أبا ربيع. هذه نقطة. الآن أخونا أبو صبري تحدث، إذا كان في هناك اقتراحات فأنا لدي اقتراحين اثنين عسى يعني أن ينال قبول الهيئة الإدارية، وهو فيما يتعلق في جمعية سلواد الخيرية. الاقتراح الأول أنه أنا زرت أكثر من جمعية إخوتي الكرام وديوان لبلدان أخرى، كل قاعة موجودة. الآن إحنا عندنا قاعتين في جمعية سلواد، القاعة الأرضية والقاعة العلوية. الآن ماذا يضيرنا لو اسمينا هذه القاعة اللي نحكي القاعة السفلية أو العلوية بقاعة شهداء سلواد؟ يعني أنا رأيت إحدى الجمعيات عليها تسمي على باب الجمعية قاعة الشهداء، فإحنا يعني من باب أولى وتكريما لشهداء بلدة سلواد الذين نفتخر بهم ونعتز، وهم وسام شرف على جبين كل شخص مسلم، ليس فقط لأهل سلواد. فأنا أقترح أن يتم تسمية هذه القاعة أو القاعة العلوية بقاعة شهداء سلواد، وأن يتم تسمية القاعة الأخرى بقاعة تل العصور، على اعتبار أن تل العصور وهو ثاني أعلى تل في فلسطين بعد تل الجرنك، يعني هو معلم من معالم أهالي سلواد. يعني حتى في السابق كانوا يضعوا اسم تل العصور ولا يضعوا اسم سلواد. يعني في بعض الخرائط تل العصور مشهور شهرة عظيمة، وبالتالي إحنا نكرس هذه الشهرة لهذا البلد. هذان اقتراحان. أيضا اقتراح، طبعا هو اقتراح واحد. الاقتراح الثاني أن يتم عمل سجل شرف لجميع شهداء سلواد من عام 1936 أو 48. أنتوا إخواننا وأكابرنا كبارية البلد بجوز تعرفوا أكثر منا في متى يعني كان أول شهيد من أهالي سلواد. فلو يتم عمل أيضا لوحة شرفية تضم جميع شباب وأهالي سلواد الذين استشهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا ما لدي، بارك الله فيكم وكل عام وأنتم بخير مرة أخرى، وتقبل الله طاعتكم. السلام عليكم ورحمة الله. كل عام وأنتم بخير. بالنسبة للاقتراحات اللي تفضل فيهم الأخ سهيل والشباب، إحنا نزلنا على صفحة جمعية سلواد الخيرية قبل فترة، قبل شهر إذا مش أكثر من شهر، نطلب من كل إخواننا أهل سلواد إنهم يقدموا مقترحاتهم حتى الهيئة الإدارية تعمل فيها إذا كان ممكن. الآن الأخ سهيل كل يوم بيجي على الجمعية، هي أول مرة بنسمع منه هذا الاقتراح. يا حبذا لو أي واحد عنده أي اقتراح بالنسبة للجمعية أو تطوير الجمعية. الجمعية هي ملك لجميع أهالي سلواد أو المجتمع المحلي. إحنا حاضرين نخدم كل الاقتراحات اللي ممكن ننفذها. هذه واحدة. الناحية الثانية والأهم إنه إحنا عارفين إنه الجمعية فقط لأهالي سلواد لا غير. الجمعية حسب قانون وزارة التنمية الاجتماعية هي لأهالي سلواد صحيح، لكن تخدم المجتمع المحلي. لما بدنا نسمي الشهداء القاعات بأسماء شهداء سلواد فقط، هذا فيها إشي نوع من لفت النظر بالنسبة لوزارة التنمية. يعني وزارة التنمية راح تعتبرنا انه احنا متحيزين او عنصريين او الى اخره، وبالتالي راح نبلش في مشاكل مع وزارة التنمية اللي اتصور احنا في غنى عنها.
مع كل هذا أي اقتراح بتتفضلوا فيه إحنا حاضرين نعمل فيه إذا ممكن نقدر نعمل. أنا سلوان عزيز علي وأبنائها والله أحبابي بحب الجميع أحبك الله الصور لسه هذا لايف ما وصلنا إيش من الصور لايف عمي لايف لايف أونلي بس عندك الصور بس منير منير ورد الصور بعد ما يخلص الاجتماع بعد ما خلص عمي بلش شوي لحظة بس وقف شوي نصور على صورة التركيب هذا شغل بالنظام لا لحظة شوي وهالوقت ماشي وين رحت انت طيب ارجع بالله على هسه بصور بصور مواهبكم احنا مش قدها هي بعد ما تخلص في سؤال فني من الحل عمار داود تعرفه؟ لو عمار داود فدي عمار داود من يبرود سجل على حساب يبرود عمار بسأل عنه وين أنا بسأل موجود بعرفش والله ما بعرف شتابه ما جبتش مبروك جاي بدك أنا لما بروح هسأل عنه وارد لك خبر ليه عندك تليفون انت هو ما بعطيك اياه ان شاء الله والله هلا 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 الله يعطيك العافية عليك بخال الخال شوف تفكرني مش عارفه يعني هل بعرف شخال ابو عياد؟ انا عارف لو بعرف لا ابراهيم ابو فارس وابراهيم ابو سكريات هذول الاثنين صح صدقوا احسن من اخوة علاقتهم يعني زي علاقتي مع ابوك الله يرحمه او مهند تبع الصف لا انا يا زلمه تبع امير لا في واحد بينزل على صفحه كل لا صباح الخير انا اقامته متنقله ما بين سلواد وهاي وين صورت نزلتها وين على الفيس ولا وين بس وين نزلته لسه نزلته على ربوع سلواد بيت النعم ربوع سلواد بيت النعم ربوع سلواد بيت النعم شو اسمك الاعمال اللي بتعملها تشكر عليها الاعمال اللي بتعملها ايش تشكر عليها الله يبارك فيك الله يبارك فيك شوف حال عيسى مهند الله يحييك الله يحييك الله يسلمك الله يرضى عليكم مهند هذا بركة ما شاء الله صح الله يسلمك النعم والله من أحبنا الله الله يبارك فيك قرآن الفجر النعم الجميل الله يرضى عليكم مهند السنة قابلت مع محمد ابنك بكم روح حيو ولا مرات بكم روح على سلوى حكيت أنا وياه نعم ما عجبيش بقول أنت أخو محمود ما عجبيش قعدت كريم الشرق كريم الشرق قاعد هناك والنعم الله يحييك الله يحييك
بقول لك في غرفة حسن هاي الفاي. السلام عليكم. محمد محمود بركات ابو نائل، طبعا بكون ابن عمتي رحمها الله، 12 سنه ما شفت شيء. طيب وفي امان الله نسال، ولكن قل لي انه لا ارد عليه. ما بتعرف تلفوني التليفون ما برد عليه. تعرفني ولا لا؟ لا عشان هيك انا الله يحييك. انت عبد الرحيم من عمي؟ ايوه انا عبد الرحيم من عمي. علي عبد العزيز، بتذكر علي عبد العزيز؟ أصير أسب عليك هالوقت؟ أنا أسب علي وأنا أسب عليك. لا أنا بدي أسب عليك، تعال تعال. أنا إذا أنت، أنا أول ما كنت بقول يا عبد والله أنا عندي شرم أغازي، بس بدي أشب، كان عبد الرحيم كنت بس بسخن خلق. كنت هذا بصفي. من عارف، كنا نأخذ صف واحد. وهذا موسك بنا. الله يرضى عليك. رب يسبه ليش سبعة ربعطية طبعا. يعني ما اللي في مصدر؟ يعني بتعرفه أنت؟ ما بكيت من الصفوة. ما بكيت من وياه. بصفوة. يعني في الكويت ما بكيت أنا وياه. من 67 ما بكيت أنا. من 67. أنا وياك كنت بس على طول. لا بس الملامح مبينة على عبد العزيز أبو حسن. أنت نفس الشيء والله كله. عارف بس الاسم، بس تعطيني الاسم على طول. حياك الله. الله يسعدك. الى اللقاء ان شاء الله. المره القادمه من سنوات ان شاء الله. ان شاء الله. باذن الله. نستودعكم الله. السلام عليكم.